بداية جاليري افتتحناها بال 2018. أنا كنت هاوية للرسم وحبيت أعمل شيء أقعد أرسم فيه أنا وأصدقائي صديقاتي، وسبحان الله شوي شوي الموضوع تحول من شيء شخصي لبزنس. الأستاذ كنت أتعامل معه حب يشاركني بالجاليري بالمرسم، وصار يجي ويجيب طلابه، فتحول الموضوع من موضوع شخصي لموضوع بزنس. وكانت بدايتنا بال 2018، وشوي شوي تطورنا وبعدين نقلنا هذا المبنى الجديد. مرحبا، انا ريم. انا درست بالجامعه الامريكيه بدبي جرافيك ديزاين، وتخرجت منها كجرافيك ديزاينر، بس ما حبيت اشتغل بهالمجال فانتقلت لشغلي بالجاليري مانجمنت، وكثير عجبني الشغل فحبيت اجي وساعد ماما بهالجاليري ونقدر نعمل شيء كثير حلو. كجاليري رسم نحن عندنا درس كل انواع الرسم، ابتداء من قلم رصاص والالوان الفحم للأكريليك، لو الألوان الأكريليك الزياتي المائي. وغير الرسم عندنا مجالات تانية، عندنا مجال عندنا كاليغرافي خط عربي، عندنا ريزن هو الإيبوكسي بس هو بيعملوا على لوحات زينية أو طاولات أو أشياء مزينة للبيت. نعمل كمان كاندل ميكينج، أي كل أنواع الفنون ممكن تلاقيها هون عندنا بالقدر. بالجاليري بنستقبل من اعمار الاربع سنين ل 80 سنه، واذا قدرانين اكيد لل 100 سنه. كل انواع الناس فيهم يجوا لعنا يتعلموا، حتى لو ولا مره مسكوا قلم رصاص او فرشايه فيهم يجوا لعنا ويتعلموا من الصفر ليصيروا ماهرين، ونقدر نحطهم بمعارضنا اللي بقلب الدوله وخارج الدوله. اشتركت كثير معارض داخل الدوله وخارج الدوله. مبدئياً أول شيء سوينا كنا نشتري كل سنة بمعرض دبي التجاري العالمي، معرض World Art Dubai. من 2017 لحد اليوم نحن مشتركين فيه، حتى قبل ما تكون في ريم جاليري فكان لنا جروب مع بعض واستمرينا فيه لحد اليوم. وفي كمان نعمل معارض داخل الدولة، أي معرض بيكون موجود ضمن أي جاليري ممكن نشترك فيه. وهذا حالياً نحن بهاي الجاليري عندنا لما فتحناها بعد سنتين، نعمل معرض كل شهر فبنقول نعلن عنه، فبنطلبون له فنانين من جميع انحاء البلد، ممكن يكون من ابو ظبي، من العين، من دبي، من الشارقه، من اي محل بداخل الامارات، وبيشتركوا بلوحه او لوحتين بنعرضهم اياها، بيكون في افتتاح رسمي مع استاذ من اساتذه الفن المميزين بالامارات، وبنوزع لهم شهادات اشتراك وبس. بنشكر حكام الامارات وبنشكر القائمين على الاعمال الفنيه، انه عن جد بكل خطوه عم تخطيها عم بيكون في لنا دعم كثير كثير قوي، وتسهيلات ما شاء الله بكل مكان. يعني اي شيء بدك تعمله عندك مجال تعمله، ممكن حتى عن طريق التليفون او عن طريق ايده، فهذا شيء كثير حلو. فيهم يتواصلوا معنا عبر الانستغرام على ريم جاليري دبي، او فينا يبعثوا لنا ايميل @reemartgallery@gmail.com، او فينا يتواصلوا معنا على الواتساب وهذا الرقم. واللوكيشن تبعنا بالوصل جميره 1 في بمبنى المور ريزيدنس الطابق الارضي محل رقم 4.